مرال، صباح الخير. صباح النور. تفضلي قعدت على مكتبي. لا خليكي، ما بيصير هذا مطرحك بالأساس. لا حبيبتي، أصلا أنا كنت طالعة. أنا بس استغربت شوي. ما في شي غريب، أنتي بتستاهلي هالكرسي وأكتر من هيك كمان. يلا تعالي. شكرا. أنا كنت نازلة لتحت لشوف مشكلة أخي لؤي. شو رح تعملي؟ بالأول بدي أحكي مع إيهاب. إيهاب؟ ما فهمت، إيهاب شو علاقته بالقصة؟ ما في شي مهم. أجي معك؟ ما بيصير حضرة المديرة، أنت عندك إدارة محل بحاله، ما بدي تعبك. لازم خبرك قبل ما تروحي. أنا وياه منحب بعض. شو؟ هل الخبرية كتير كبيرة؟ ليش ما خبرتيني قبل؟ يعني الموضوع لساته جديد. معناها أنتي بتحبيه؟ ايه وكتير. طيب لأي مرحلة بتحبيه؟ حبه أكتر ما فيكي تتصوري. بلشت تتعلم هالشغلات، برافو عليك. طيبين، فينا نحكي بعدين؟ لازم رد على موبايلي ضروري. طيب وإذا كنت مكتشف شي بخصك وجاي إلك؟ تفضل قلي. طلعنا نحنا منشبه بعضنا كتير. نحنا؟ أنت متأكد؟ نحنا الاثنين ما متراجع بسهولة، بس في بيناتنا نحنا فرق بسيط. شو هالفرق؟